قلنا نعمل المشروعات ديت اللي انتوا قلتوا ان هي بتكلف 165 مليار او 170، وقلنا نبدا الكلام ده دلوقتي. تمام. تكلفنا كام؟ اللي هي يا فندم؟ تكلفنا كام؟ لا يا فندم هنضرب في 3. لا صحيح. ايوه يا فندم، لان الفرق السعر الجنيه اختلف، يعني سيادتك لما نيجي نقارن بسعر الجنيه النهارده بالسعر من 3 سنين طبقا للتوقيتات اللي بدانا فيها، يعني ممكن نوصل ل 400 مليار، مش اقل من 400 مليار. انا بس بسمع زمايلنا اللي موجودين.